السلام عليكم شباب، هذا اليوم عندنا جهاز فاقد دائمي وغير قادر على التنشيط. وللعلم هذا الجهاز يعني ما اقول لكم ايش قد متعبينه. شوف العطل مالته، للعلم هو العطل سهل بس من يجي من اول مره، مو ورا يدخل خمس مصلحين سته يلا يوصل لنا، بس حتى تكلفته اغلى عليك. شباب هذا العطل غير قادر على التنشيط، هسه راح نحله ان شاء الله.